رحب فيكم أعزائي الطلاب ومنتابع بدرسنا. نبدأ مثل ما حكينا ببنية السم. السم هو فتحة في بشرة خاصة الأوراق، هيك؟ طبعا هي الخلايا، هي خلايا البشرة، وهي الخلايا يلي على جانبي الفتحة تدعى الخلايا الحارسة. طبعا المنظر اللي أمامنا هو منظر تحت المجهر لبشرة ورقة نبات. لنشاهد الآن هذه البنية ونتعرف عليها، اللي هي بنية السم. هاي هي. فأولا لدينا الخلايا، اسم الخلايا الحارسة، والتي تتميز بما يلي: واحد، لها شكل كلوي للكلية موديلا، غنية بالصانعات الخضراء، وهذا الشيء بدنا نحكيه هلا مهم جدا بالنسبة لعملها. جدارها المبطن يعني القريب من فتحة السم سميك، أسمك من الجدار البعيد عن الفتحة، هذا البعيد وهذا القريب، هذا سميك وهذا أقل سماكة. هذا السم اللي هو الفتحة، هذا الجدار مثل ما حكينا السميك، هذا الجدار أقل سماكة، والخلايا المحيطة بالسم هي خلايا البشرة. إذا هذا السم، هاي الفتحة، هي مميزاتها. كتير مهم نعرف ميزات الخلايا الحارسة. في عنا تجربة صغيرة حلوة هون تكشف عن المسام، يعني بناخد خلايا البشرة وبنفحصها تحت المجهر. بنجيب ورقة نبات، بنجيب علبة مناكير ونايلو، ناية قطعة نايلو يعني، ومن نطلي ورقة النبات بخاصة السطح السفلي، بناخد للأوراق، ما هيك هي الغنية بالصانعات، بنحط عليها المناكير، بعدين بنحط عليها اللزيئة، بعدين طبعا بنقيم اللاصق وبنوضعه على الشريحة. نكون هيك نزعنا فقط بشرة هالورقة تحت المجهر. سنشاهد ما يلي. هاي المنظر، هاي هو المسام تحت المجهر. هاي البنية. هلأ في عنا شيء قال اسمه آلية عمل المسام. شو معنات هالكلام؟ يعني انه قال ينفتح السم ويغلق، وذلك بتأثير عاملين، هما عامل تشريحي أي الفرق في الثخاني بين جدار الخلية القريب، الخلية الحارسة القريب من الفتحة الأسمك من البعيد، والوظيفي اللي هو حدوث فرق في انتباج الخلية الحارسة وخلايا البشرة المجاورة، يعني بتنتفخ هاي وبترجع لوضعها طبعا الطبيعي، والفرق هو في الانتباج، يعني الفرق في الثخاني فينا نقول، أو الحجم الناتج عن امتلاءها بالماء، فبصير حجمها أكبر من خلايا البشرة وبترجع لوضعها الطبيعي. طب ليه هالعملية بالأساس؟ يعني ليه الفتح والإغلاق؟ بنقول لأنه هذا السم ما بصير يضل مفتوح ليلا نهارا، بالنهار لازم يكون مفتوح حتى تتم عملية التركيب الضوئي ويصير التبادل الغازي المطلوب، أما بالنهار فما في داعي، لأنه المسام هي بتبخر الماء بشدة في الليل بسبب الفرق الحراري، فيجب أن نحافظ على الماء، فلذلك يجب أن يغلق ليلا. إذن هي معنات آلية عمله، عمله أنه يفتح ويغلق هي البوابة بالتأثير التالي. فأنت قبل ما نشرح آلية عمله بدي منكم تحطوا لي الفكرة برأسكم أول شيء، واللي هي قال في عندي أنزيمة، أنزيم تفاعل يعني وسيط تفاعل اسمه الفوسفوريلاز. هذا الفوسفوريلاز يقوم خلال الليل برفع مستوى النشاء على حساب تركيب السكر يعني مع الفوسفات، بيحول لنشاء زائد حمض فوسفوري يعني سكر العنب، هاد جلوكوز
بيتحول لنشا، فبينخفض مستوى السكر بالليل خلايا البشرة هون، بخلايا عفوا السم هون، ويرتفع مستوى النشا. طيب فالنهار بصير العكس، نشا بينخفض نسبته. ليش؟ لأنه حتفككوا هاي الأنزيمة الفوسفوريلاز وترجع ترجع السكر، فالسكر بيرتفع نسبته والنشا بينخفض نسبته. أمتى؟ بالنهار، بالليل العكس. طيب شو الفائدة؟ وليه مرة هيك بيشتغل هذا الأنزيم بهالطريق ومرة بيشتغل بهالطريق؟ هذا السؤال. فهلا بننتبه ونشوف لماذا وكيف. فعلنا خلال النهار لنشاهد تمتلئ هذه الخلايا بالماء، فلذلك تنتبج، ما يؤدي إلى أن تنفتح. والسبب عملية الانتباج ستسحب هذا الجدار، وهذا الجدار أقل سماكة فبينتفخ هيك أكثر، وبالتالي يؤدي، وهذا أقل سماكة بينسحب وشكله مقعر هو بالأساس مو شكله كلوي. فلما بتنسحب هيك كليات هذا كبير بينتبج كتير، فبيسحب الـ يعني القوة هاي لهون هيك، وكمان هاد بنفس الوقت نتيجة الانتباج بينسحب هيك، وإلو خلية كمان نفس الموضوع، مما يؤدي إلى فتح السم. بالليل عملية معاكسة، يخرج الماء من الأوراق من الخلايا، مما يؤدي إلى أن القوة هاي المؤثرة على السطح هذا الجدار الأقل سماكة تخف، فبيرتخي هيك، فبيؤدي إلى أنه الجدار الأقل الأكثر سماكة القريب من الفتحة يعود لوضعه الطبيعي، ما يؤدي إلى إغلاق السم. إذا فعلا بنية تشريحية، بنية وظيفية اللي هي القدرة على الانتفاخ الانتباج نتيجة امتلاء بالماء، هو ما يؤدي إلى فتح السم نهارا. شايفين الانتباج يؤدي إلى هالانتفاخات، صارت كبيرة هي الحجم الخلية حجمها كبير. طيب هذا الحجم الكبير لأنه هذا أقل سماكة بعد لهنيك، وهذا بعد لهنيك سميك، قول بالليل أعمل العكس. طبعا عملية الانتباج تؤدي إلى الفتح، إلغاء الانتباج رجع للوضع الطبيعي يسكر. طيب ليه هيك صار؟ شو صار بالدنيا؟ ليه صار بالنهار عملية دخول الماء؟ شوف، أول شيء بالنهار يصبح الوسط الخلية قلوي، يعني درجة حموضة الوسط ترتفع. نحن بنعرف في عنا درب جزء ما بنعرف، بس بدنا نقولها مهمة، إنه في عنا شيء اسمه بيقطش الوسط أو بيقطش الخلية، بيقطش أي سائل، يعني درجة الحموضة اللي هي إلى قيم من 0 لـ 14، 7 قيمة معتدلة، من 0 للـ 7 بيكون الوسط حمضي، يعني في شوارد القطش أكثر، من 7 للـ 14 بيكون الوسط قلوي، يعني الاو اتش اكثر. انا هيك عم اشير مشان تتخيلوا كيف حط هاي الارقام. الوسط القلوي هاد هو من 7 لـ 14، 7 تكون الاتش قد الاو اتش وبتاعي الوسط متعادل. بتعرفوا انتم القلويه تاتي من شوارد الاو اتش الهيدروكسيل، والاتش الحموضه تاتي من شوارد الاتش ايمونه منها هديك. السبب انه بيصبح الوسط قلوي والحموضة ترتفع، يعني صارت فوق 7، بسبب استهلاك CO2 بعملية التركيب الضوئي خلال النهار. الآن وقتها عندها يقوم أنزيم الفوسفوريلاز بتحويل النشا إلى سكر، يعني قيامه بالتفاعل مثل ما حكينا بالاتجاه نحو تحويله إلى سكر زائد فوسفات. هذا الشيء يؤدي إلى انخفاض نسبة الماء داخل الخلية، السبب أنه ارتفع تركيز المادة اللي هي السكر. انخفاض التركيز الماء ضمن الخلية يسحب الماء باتجاه الخلية،
بظاهرة الحلول. تمام؟ الماء لما بيدخل إلى الخلية السمية يؤدي إلى انتباجة، يعني انتفاخة، يعني انفتاح المسام، مثل ما شفنا الانتباج يؤدي إلى الانفتاح. هون في فكرة الحلول، مين بيتذكرها؟ مين بيعرفها؟ الحلول يلي هو انتقال الماء من وسط بيكون فيه تركيز الماء عالي إلى وسط فيه بيكون تركيز الماء منخفض. ليش بصير تركيز الماء منخفض ضمن الخلية؟ السبب هو ارتفاع نسبة السكر فيه. منين إجا السكر على الخلية؟ إجا من تحويل الأنزيم فوسفوريلاز، تحويل النشاء إلى سكر. فهمناها؟ هاي الفكرة هون. العملية بتصير بشكل معاكس في الليل. بالليل يصبح الوسط حامضيا. ليش؟ لأنه درجة حموضة الخلية تنخفض، يعني بتصير أقل من 7، والسبب التراكم CO2 الناتج عن التنفس خلال الظلام. بالليل بس بصير في تنفس، توقف عملية التركيب الضوئي. فأنزيم الفوسفوريلاز بهذا الوسط الحمضي يعمل إلى العكس، يعني تحويل السكر إلى نشاء، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيز الماء بسبب انخفاض تركيز السكر. شايفين العلاقة عكسية بين تركيز الماء وتركيز المادة المنحلة في الماء. فلما بينخفض التركيز للمادة للسكر نتيجة تحول إلى نشاء، الماء شو بيصير؟ كتير ضمن الخلية، فيؤدي إلى خروجه من ظاهرة الحلول اللي هو بده ينتقل فيها من وسط بيكون فيه الماء تركيزه عالي إلى الوسط المحيط، يعني القلايا المجاورة، مجاورة هي الوسط المحيط، ما يؤدي إلى انخفاض انتباجها وبالتالي إغلاق السم ليلا. بتمنى أنكم ربطتوا المعلومات، القصة كلها بهذا الأنزيم، والقصة كلها بمفهوم الحلول، الحلول يلي هو الظاهرة التي تفسر انتقال الماء من وسط تركيزه المرتفع، وبيكون تركيزه مرتفع بسبب انخفاض تركيز المادة المنحلة فيه، و طبعا المادة المنحلة فيه هي السكر. بتمنى أنكم تراجعوا الفكرة وتدرسوها بشكل جيد، وشكرا لكم. هلأ